अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सुनाऊंगा सूरह सफ़ात 23वें पारे में कि सूरह यासीन के बाद दूसरी सूरह जो है सूरह सफ़ात का पारा रखूँ। हम अब शुरू करते हैं तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا إن رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم। जी तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी, तो अब हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, ख़त्म कर दूँ।